بالحمد نبدأ كل فعل طيب، ثم الصلاة على بني عبد مناف. كده جاب الفاتحة. بقر لعمران وبعض نسائه، وموائد الأنعام بالأعراف. يا رب أنفلني، الأنفال، يا رب أنفلني بتوبة يونس، هود ويوسف طاهر الأطراف، بالرعد إبراهيم طاف بحجره، والنحل أسرى للكهوف يوافي. والنحل أسرى، يبقى الإسراء أنا بوضح الغوامض، والنحل أسرى للكهوف يوافي، يبقى الكهوف جمع الكهف. وبمريم العذراء وطه بعدها، أكرم بكل الأنبياء الأشراف. بالحج ينوي المؤمنون بنورهم، والذكر والأشعار في إلحاف. طبعا الذكر هنا الفرقان، الذكر، والذكر والأشعار في إلحاف. والنمل تقصص والعناكب حولها، والروم يا لقمان رهن تلافي. لم يسجد الأحزاب من سبأ، ولم يحن الجباه لفاطر الأسلاف. ياسين صافات وصاد والزمر، يا غافرا فصلت لي أوصافي. فتشاوروا في زينة من زخرف بدخانهم، وجثوا على الأحقاف. ومحمد بالفتح جاء مبشرا في حجرة، في حجرة ألقى عليه بقاف. بالذاريات أشرق نجمه، قمر من الرحمن ليس بخافي. وقع الحديد ببأسه فتسمعوا، وقع الحديد يبقى الواقع، وقع الحديد ببأسه فتسمعوا، يبقى قد سمع الله. فتسمعوا للحشر يمتحن الأنام ويكافي. بالصف صف المسلمون لجمعة، وأخ النفاق لغبنه متجافي. يبقى لغبنه، يبقى أخو النفاق المنافقون لغبنه، يبقى التغابن. وأخ النفاق لغبنه متجافي، قد طلق الأخرى فحرم ربه، ملك الجنان عليه ليس بخافي. ملك الجنان، يبقى الملك ملك، والجنان إشارة إلى قصة أصحاب الجنة في القلم، هي دي غامضة شوية. وحقيقة عرج الحبيب إلى السماء، وحقيقة الحاقة، عرج المعارج. وحقيقة عرج الحبيب إلى السماء، يا نوح إن الجن ليس خوافي. وتزملت وتدثرت لقيامة، والأنس إنسان، والأنس أرسل مرسلات،
والأنس أرسل صيحة استعطافي، نبأ عظيم زاد فيه نزاعهم، عبسوا له متكور الأطراف، وتفطرت أجسامهم من هوله، قد طففوا المكيال في إسرافي، وانشق قت الأبراج بعد طوارق، سبح فإن الغاشيات توافي، والفجر أشرق في البلاد وشمسنا، يبقى البلاد جمع البلد، والفجر أشرق في البلاد وشمسنا غربت، فحل الليل ذو الأطياف، أضحى الضحى فاشرح فؤادك دائما بالتين، واقرأ واقرأ ذاك قدر كافي، ذاك قدر بالبينات تزلزلت عادية بقوارع ألهت عن الأعطاف، ألهت ألهاكم التكاثر، بقوارع ألهت عن الأعطاف، والعصر ولى وهو يهمز في له لقريش في صخب وفي إسفاف، من يمنع الماعون ينحر نفسه، ينحر الكوثر طبعا، ينحر نفسه، والكفر ولا كفرون، والكفر ولا بعد نصر شافي، تبت يدا من لا يوحد ربه، فلق الصباح وجاد بالألطاف، عذ بالإله، عذ بالإله من الوساوس، وادعه يغفر لنا عظم هذه الأصداف. ثم الصلاة على النبي المصطفى، ثم الصلاة على النبي المصطفى، والآل والأصحاب والأسلام.